لقيت معالي الدكتور أسعدني بهذا الموعد، ولمست لديه قدرة على الاستبصار والاستشراف يحتاج إليها العالم الإسلامي اليوم. لديه أيضا منظور في التنمية من خلال محورية تنمية الإنسان، وهذا مفهوم نحتاج إليه. ولديه اهتمامات جديدة تحتاج مجموعة دول العالم الإسلامي إلى الاستفادة منها، فلذلك أنا كنت سعيدا جدا بهذا اللقاء. آفاق التعاون كثيرة جدا وواسعة وغنية، وتمتد من الماضي، فهذا التراث الممتد عبر القرون. التعاون سوف يكون كفيلا بتمكينه من المساهمة في استشراف مستقبل إفريقيا. مجالات التعاون سيكون أحدها متمحورا حول الإسهام الفكري، والآخر حول العمل الميداني للتنمية المستدامة. لسيسكو منظمة سوف يثبت المستقبل محوريتها في النمو الحضاري المعاصر في القرن 21 لهذا العالم الذي تضمحل فيه حضارات وتنمو وتزدهر حضارات أخرى. الإسسكو هي البذرة الكفيلة بتنامي الإسهام الحضاري للعالم الإسلامي في تنمية هذا الكوكب واستدامة الخير عليه.